بسم الله الرحمن الرحيم. أرباب ومهني النقل المزدوج تقوم بهذا الإضراب لثاني مرة، يعني أنه منذ سنة، يعني هناك مشاكل متراكمة، مشاكل تتعلق أساسا بالمحطات وكيفية التوزيع وطريقة التوزيع، لأن الطريقة التي توزع بها المحطات يعني طريقة غير قانونية وغير ديمقراطية، لأنه انطلاقا من الدستور ومن مبدا المشاركه، خصنا ان البلديه نهار بغات توزع هذه المحطات ستستشر مثلا القطاع ديال النقل المزدوج، يعني انه الى مشينا للمحطه ديال السوق تلقاو انه عطاو النمط الاخر، عطاوه مكان ممتاز يعني بجميع المواصفات. المزدوج اش عطاوه؟ عطاوه الشارع، طريق، ونهار الاثنين تيولي باركين، يعني باركين ومؤدانا، ما عرفناش دابا واش حنا في المحطه ولا في الباركين ديال خلاص ديال سميتو ديال الناس اللي تيتسوقوا. فيما يتعلق بالمحطه ديال السوق التحتي فيها 27 مزدوج وعطاو لنا 29، يعني تنقولوا عطاو لنا 9 مترو. وعباد الله فين غتوقف 27 طوبيس في 9 المترو وزيد عليها المزباله، يعني في وسط الزباله راه كاينين تصور تقول هذاك الشيء. وإلا مشينا مثلا سميتو المحطه الاخرى اللي هي سميتو دار ديال دار الشباب، داو 100 متر وصحاب الطاكسيات فيها يا سيدي، دايرين تما اتجاه ديال تودغا السفلى ديال تاغزوت، شحال عطاو تما؟ يعني عطاو لنا 9 متر، شحال عطاو لنا مط الاخر؟ 100 والله اعلم. يعني ان هناك كيل بميكيالين، يعني ان هناك داخل المجلس البلدي هناك لوبيات ما تيروقهاش ان هذا سميتو هذا النمط ديال النقل يترقى، ما تيروقهاش ان هذا النمط يعني النقل المزدوج يزيد لقدام. الله اعلم واش عندهم شي خلفيات، هذه كاينه وتنتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي تنقولوا، يعني كاينين الناس اللي عندهم رخص وفي المجلس وهما اللي تيضغطوا على لجنه السير والجولان تيديروا بها ما بغاو. ان شاء الله احنا راه تنندو بهذه الممارسات، تنندو بهذه الممارسات اللي تيديروا هاد الناس. راه بنادم اللي تيتحمل المسؤوليه خصو يتحمل المسؤوليه بكل موضوعيه وشفافيه، يعني تكون عندك هذه ولا تكون عندك هذه، يعني خصك انه دير القسمه ماشي قسمه ديزا، راه خصنا نديروا قسمه عادله. علاش مثلا تعطى لهاد الناس هادو، تعطوا هاد الجهه وتعطات لنا لهي؟ علاش؟ اش من معيار؟ مشينا السوق التحتي تعطاتهم هذه الجهه القداميه وتعطاتنا الخلفيه، اش من معيار؟ دار الشباب نفس الشيء، تعطاتهم القدام، يعني الناس فاش تيدخلوا عباد الله تعطى لنا مات الاخر وحنا تعطانا اللور، ما عرفناش شنو هو هذا السبب. وبالنسبه لسميتو هذا فيما يتعلق بالمشاكل اللي متعلقه بالبلديه وبالمحطات، يعني اللافته راه تشرح كل شيء. نطالب من المجلس الجامعي والسلطات المحليه انهاء مشكله محطه السوق التحتي، يعني انه المشكل ديالنا والحل ديالنا يا اما حنا ويا اما هما. الحمد لله. يعني يعطيونا السوق التحتي بوحدنا كنقل مزدوج كنمط واحد، لان القوانين المنظمه للنقل المزدوج ما تسمح ليه يتجمع مع شي نمط اخر، يعني النمط ديالو منعزل. وثانيا ها المساحه ديالها 9 الامتار على الصفر، يعني دايره هاك دايره ها، فين غتبقى؟ الا مشينا دابا غادي نلقاو الناس مصطالين تما، واش غتبقى؟ واش غتبقى تحير مع طاكسيه مع سميتو مع الناس اللي تيستولوا مع سميتو السيارات الخفيفه ديال الناس الاخرين، او لا مع ديال التجار، او لا مع ديال العربات ديال النقل المزدوج؟ يعني ما تتعرفاش من المحطه منين جات. بالنسبه للنقطه الثالثه ديال المديريه ديال النقل، يعني كاينين الناس اللي عندهم اللي دافعين الدوسيات ديالهم هذه سنه وباقي سنتين، وكاينين ديال الناس ديال سنتين وباقي ما تعطاتش لهم البطائق الرماديه. لماذا؟ علاش؟
ما عرفناش علاش. ها هي 17 سبع المرات ولا 8 ها هي هذه 12 شهر هذه 12 شهر سنه وكاينين ديال سنه وكاينين وكاين وكاين ديال سنتين يعني تنتسالوا علاش علاش هاد الناس هادو ما تلقوش هذا سميتو واش كاين واش كاين شي مشكل في هاد الدواسه نعرفوهم ما كاين مشكل خص الناس ديالهم مثلا بغيت نبدل انا الطوموبيل ديالي باش غنبدلها انا ما تسمحليش باش نبدل مثلا وثانيا يعني كاينه سميتو فيما يتعلق سميتو بالتغيير ديال ولا جديد ديال الرخص يعني خصك تكون المديريه هنا بغيتي تجدد الرخصه ديالك خصك تمشي لوردازات يعني خصك توقف العربه ديالك وتمشي وتخلص المركوب وتمشي باش علاش ما دام انه كاين هنا المديريه علاش ما دير هنا المصلحه ولا يسدوا هاد الاداره ما نشوفوها تكون هنا مصلحه ولا حنا غادي نبداو نعطيهم مثلا نجيب انا الوثائق ديالي واعطيوني واحد التصريح باش نخدم ويسيروا هما المهم الاداره ويجيبوا لي الناس سميتو بلا ما نتبح لنا هذه هي مبدا ديال تقريب الاداره من المواطن اما غير تقريب بسميتو بالاسوار وبهذه راه هذه ما لا تفيدنا بشيء بالنسبه من السيد عامل اقليم التدخل العاجلي لها معاناه مهنيه هي راه نفس سميتو نفس هو اللي تيتحمل المسؤوليه لانه هو المسؤول بالدرجه الاولى على هذا القطاع وعلى الاقليم وعلى جميع القطاعات لانه هو المنسق ديال الحكومه في الاقليم هو الممثل ديال صاحب الجلاله هو اللي غادي يشوف المشاكل راه السنه اللي فاتت راه درنا الاضراب تقريبا راه فات شي 17 يوم 17 يوم تقريبا ولا 18 17 يوم وما كاينه حتى شي نتيجه حتى دابا راه الاضراب ديالنا راه غادي يكون مستمر ولا محدود تنشوفوا واش هاد الناس هادو واش غادي يقولوا في هاد القضيه وشكرا السلام عليكم ورحمة الله. الله يجازيكم بخير. المجلس الجماعي نتين غير اسكوسا يتخنتقل نتسنى يبدا غير المحطة نكري نصبر شوف غير خص الخلاعة نقيمك الشارع دين ها تا فويت ها القهاوي والو انت ها حرب خصها زوال غير تصدين غير الله يجازيكم بخير. المجلس البلدي نتين غير يخدم العنصرية تيخدم كان اسن يا طاكسيات اد غارزون دلجنت شينا غا باغوز زين تخلو كارتي انا غير تصدين تعدان غير فلق. اللهم ان هذا المكار السيد العامل الله يجازيك بخير شي ديال الممثل صاحب الجلاله باقليم تنغير دادي كنت طالب هذا اختم زلحق الله يجازيك بخير. السوق ما زدار السوق لتحتي وجاني 27 مزدوج 9 متر تين بيتيا سكرا كورتي راني نزق البلايص يبو الطاكسي ما يقيم هنا معرض يقيم ما الخديمة ديال المحطة ما زدرت قد لك شنو غينا نهائيا نيشان هاد الشيء اللهم ان هذا المنكر افلا دار الشباب بضان شنو غامور نتمطوط بضان تمرابحة شنو سنشراضي مور شنو غيون عم يقول جيل النقل المزدوج ديما يرد المخزن صدارت صافي والي وتكسات اخر رخاصي الله يعاون انني ماني نتك الرخاصي تخمش ورا خديم الله يجازيك بخير السيد العامل هذاك نسلم يمشي لك نتنومز صلى على النبي والسلام عليكم ورحمه الله. باسم رئيس جمعية النيف للأرباب النقل الله يجزيكم بخير. حنا كنطالبوا من المعنيين التدخل العاجل لهاد الوقفة اللي داروها أصحاب النقل المزدوج
علاش؟ لانهم مضطرين لهذا الشيء، لانهم مضرورين. باش مضرورين حنا في النيف، انا كنتسال صاحب كنتسال العامل الجلاله باش يتدخل تدخل عاجل واجل باش نخرجوا من هذه المحنه. حنا حنا دابا راه متابعين بوراق غاليين ماشي رخاص، وعندنا المجلس عندنا المجلس ديال الجماعه ديال النيف كيطلبوا لنا واحد سميتو واحد 9000 والخلاص الخلاص ديال الباركينغ، وما كاينش نهائيا. حنا دابا حنا كاينين دابا وسط السواقه محطه ما كايناش نهائيا، وهما دابا كيتدخلوا كيقولوا لنا خصكم تخلصوا. اش بغينا نخلصوا البارك ديالاش وهو ما كاينش نهائيا وما كاين. وثانيا بغينا تدخلوا لازمكم بخير على حساب هذه الخطافه راه قتلونا في النيف، لا من طريق ديال النيف اذكر لجهه المسيسي، ولا طريق ديال ما بين الرابطه ما بين النيف وحصيه، وما بين النيف وتنغير وتغزوت كذلك. انا اطالب واناشد الله يجازيكم بخير باش تدخلوا لينا في هذا الشيء، راه حنا راه مضرورين. واش واحد نقارنوه دابا لواحد اللي كيخلص دابا 2 مليون ديال الوراق، ونقارنوه في واحد اللي مثلا كيخلص واحد 120 الف ريال؟ دابا راه غير اللي عنده طوموبيله صغيره يجي ها انت جالس بلاصيتي النقل المزدوج وما كاينش اللي يدخلك، تتكلم حتى مع المخزن تيقول لك علاه دير السورشارج. اجي بعدا قتل لي هاد الخطافة وعاد اجي طبق معايا القانون. اولا وقبل كل شيء ما طبقتيش القانون مع اصحاب السري، وجيت تطبقوا معايا انا اللي كنخلص خلا وما خلا ديال الفلوس في الوراق، وهو اللي كيعطي 120 الف ريال 120 الف في الوراق في العام كيتحاسب معايا انا اللي عنده القوانين. الله هذا الشيء راه منكر، هذا الشيء راه منكر. نطالب الله يجازيكم بخير دخلوا لنا في هذه المحنه، راه حنا راه مضرورين بزاف وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشرف المرسلين. أولا تحية نضالية لجميع المهنيين قطاع النقل المزدوج، وتحية نضالية للهيئة الوطنية للنقل المزدوج. أنا غادي نحاول نهضر بخلاصة باش ما نكثروا شيء، نطرحوا شي أسئلة على جهة الشيء وعلاش هاد الوقفة، شكون سببها، واش نوصلنا لهذا الشيء. هذا الشيء اللي غادي نحاول نجاوب عليه. اولا كانت واحد الوقفه في رمضان ديال العام الفايت ديال 2017، كانت واحد الوقفه استنكاريه فيما يخص القرار ديال لجنه السير والجولان. نفرقوا بعدا ما بين المجلس ولجنه السير والجولان. لجنة السير والجولان كانت رأسها السيد الباشا ومعه أعضاء ديال المجلس البلدي، هما اللي تيقادو داكشي ديال المحطات، عاد يرفعوه من المجلس البلدي باش يصوتوا على شكل يخرج بقرار. لكن مع الأسف هاد لجنة السير والجولان ماشي المجلس باش كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو، ماشي المجلس البلدي، أنا تنهضر على لجنة السير والجولان. هو واحد اللجنة اللي كتبريباري للمحطات على اساس تعرضهم على المجلس. تم الخلال من ديك اللجنه تما بيت القصيد، قال لك الى الساس ما مضبوط شيء غاتبني حتى تعيا غيري بداك الشيء كامل. من لجنه السير والجولان كاين الخلال. اولا المهنيين كيتهموا هذاك السيد اللي في لجنه السير والجولان بانه محايز للطاكسي، لانه عنده الطاكسي وعطاو المهنيين الدليل بان الرقم ديالها 126 ياك 126
116 وكان ومع الاسف مع الاسف الشديد ان كان عليه يكون محايد وكي هذا كي هذا وباش ما نكثروش ونقولوا واش ظلمونا ولا ما ظلموناش. انا كنطالب الصحافه الحره والناس الشرفاء يمشيو ويعطونا واحد التقرير هما على هاد المحطات اللي عطونا واش هما بحال بحال واش هما ديمقراطيه وعادله مساحه وموقعه. وإلا كان داكشي صحيح غنقولوا هادو على حقيقه باك تهضر معاهم تقول لك اعطينا اعطينا لهم المحطات ديالهم اعطينا ما شنو عطيتي لنا شنو عطيتي لنا عطيناهم ثلاثه المحطات كما عطيناهم الاخرين كل داكشي كذوب كل داكشي كذوب. انا كان نفس الصحافه الحره الصحافه الحره تمشي دير هي واحد التقرير هي اللي غدير واحد التقرير شوف واش بحال المحطه اللي تعطات النمط ديال هذا السيد هذا اللي في لجنه السير والجولان اللي عنده الطاكسي شوف واش ديك المحطه اللي عطى الطاكسي ديالو بهذا المفهوم والمحطه اللي عطى النقل المزدوج واش بحال بحال وعطيونا جيبونا ديك الساعه تقول لنا راه ما كتعاودوا ولا اصحاب النقل المزدوج كاين حتى واحد شكينا الباشا هو رئيس لجنه السير والجولان بعدا هو كامل المفروض عليه ملي ما يشوفش السيد الباشا واحد الديمقراطيه وواحد العداله في المحطات يستوبي استوب اسيدي انت راك وانا انت راك مسؤول ديال الداخليه استوب اسيدي ما ديرش هذا الشيء دو بلوس على اساس انه ناقشنا هذا الشيء في السنه الفارطه ودرنا واحد الاجتماع وخرجنا بواحد المحضر على اساس في الدوره المقبله هاكا كيلتزم هذا الرئيس ديال المجلس البلدي بان الدوره الجايه غيكون فيها التعديلات ديال هادشي اللي قلتو راكم صحيح راه شفنا داكشي اللي كتقولوا كله راه صحيح قلنا اللهم انا سنه كامله من اللقاءات واحد السلسله ديال اللقاءات سنه كامله انا عندي 15 مراسله 15 مراسله اللي درت في سنه كامله واحد العدد ديال اللقاءات كل اللقاء تيقول لك وي اوكي الدوره ان شاء الله غنديرو الدوره كيأجلوها شكون اللي كيأجلها صور السيد الرئيس المجلس البلدي ها يقول لك المجلس ما غاديش نتهموا الاعضاء ديال المجلس راه ما غاديش نتهموهم حنا راه درنا هنا واحد الملصقة قدمنا ليه اعتذار للفروق الديمقراطيه راه كاينين الفروق الديمقراطيه في وسط المجلس الجماعي وكاينين الفروق الانتهازيه في وسط المجلس الجماعي باش ما نتهموش المجلس الجماعي كامل حاشا وما عاد الله حاشا وما عاد الله كاينين اللي قال لك اودي كيجيو تيقولوا لنا راه قادين هذا الشيء غير صوتي قال كنصوتو الساعه ما قاد والو شنو قاديتي شنو قاديتي هو انت قداتو هذا العجب هذا واقف هنا اذا اطالب اطالب من السيد العام لانه يتحرك في هذا الشعل انه يشوف كي يدير لهذا الشيء يدير لنا لجنه محايده كما دارها السيد العام السابق ملي لقينا في المجلس البلدي ديال بومال بحال هاد الناس عندهم الرخص ديال الطاكسي حيدهم السيد العام السابق ودار لجنه محايده من الموظفين ديال العماله راهم مازالين حيين قال لهم بالكم عليا وجاو تبارك الله الموظفين ديال العماله قادوا لنا المحطه ديال بومال في 5 دقائق اينه ها هي نسخه تبقى الاصل هادشي اللي كنعيشوه في تنغير كنا عايشينه في بومال وها بومال ها الطاكسي كتمتع بالمحطه ديالها وها المزدوج كتمتع بالمحطه ديالو والمواطن يختار وراه اللي قال لك غنتقعدوا من هادشي حتى يقادوا لنا هادشي راه ما كايناش راه ما غاتكون لحقاش غدرونا بعدا غدرونا في ديال العام الفايز اما كنا غنزيدوا تما حتى نعيدوا تما ونبقاو تما اذا انت دابا غنبقاو هنا حتى نعيدوا هنا ونزيدوا مورا العيد هنا حتى جينا شي لجنه من الرباط محايده هي اللي تقاد لنا هاد المسائل هادي وتحيه وتتبقى لنا هذه الاداره هذه شوف هذه الاداره هذه عامين وما كيكشيو لنا ذاك كيكشيو لنا ذاك راه ديك راه ديك واحد الكارت كريز واحد الكارت كريز شفنا هذه الكارثه عاوتاني ديال هذه البطائق شوف المديريه عندنا في التنغير ولا عندنا غير الكذوب عقيله ردونا بحال داك الشيء ديال المداوخ المديريه وما فيها والو اخرها الكارت كريز ما لقيناهاش فما بالك فين راه المصلحه فين راه الجديد ديال الرخص فين راه الفحص التقني المعمق واش دابا فحص التقني المعمق في مراكش طلعتي شكا بطي شكا رجع اللهم انا دار من الكر بغيتي تجدد غير الكريمه خصك تمشي حتى لوارزازات خصك تريض الفاركو وتمشي وتمشي في الكار وترجع في الكار ها واحد 300 درهم مشات
حاطين الاداره ديال المديريه مديريه قال لك مديريه لو كان غير داروا شي ملحقه بعدا ولا الثانويه داروا شي ملحقه نقول راه ملحقه ومديريه يعني ملي يقول لك مديريه عمان هذه ولا اللهم ان هذا المنكر ميم لا كارت غريز ولا با لا فوا ما كايناش لا كارت غريز عمان هذه هما الدراري وعباد الله كيطبعوا طبع يا ما طبع يا ما طبع وحلينا هذا المشكل في الرباط اصلا هاد سولهم دابا يقول لك لا يرطي راه حليت هذا المشكل في الرباط با لا يرطي ما كايناش لا يرطي واللي قال كاين لا يرطي يديرها في ورزه بعدا ويديرها في عنده عادي يجي يطبقها لنا فماش نقبلوها بكل صراحه اذا انت حي المشاكل المشاكل راه حتى لهنايا لا اله الا الله المشاكل راه ما كاينش اللي عايز حتى شي حاجه القانون ما كيتطبقش نهائيا وكنتحمل فيه كامل المسؤوليه القانون ديال هذا النقل المزدوج يفعل دائما من طرف السلطات خاصة بهذا الإقليم والقانون ديال شي أنماط أخرى في الثلاجة ما يتطبقش أسيدي يديروا ما بغاو باش نبقاو واضحين هذا الشيء ماعرفش نسكتوا عليه راهو تقول حتى الموزو باش نبقاو واضحين حنا كنطالبوا بالقانون ما كنطالبوا حتى شي حاجة تطبيق القانون على الجميع ما كاينش غتكون الروينة غتكون الفوضى غنطلبوا الرباط غنشوفوا فين نمشيو ما غاديش نقبلوا هذا الشيء السلام عليكم